في بعض الطرق الخاطئة وشو تأثيرها السلبي على نفسية الأطفال من خلال أخطاء الأباء في التربية. تعالوا أحكي لكم عنها. الحماية الزايدة هي إنه الوالدين هم اللي بيقوموا بكل المسؤوليات بدل الطفل، واللي المفروض يعملها الطفل بنفسه، والأهل مفكرين حالهم إنه هيك هم حريصين على حماية الطفل، وبهيك للأسف ما بيكون الطفل أخذ فرصته في أخذ القرار بنفسه، ما بيكون أخذ حرية التصرف في كتير أمور مثل حل واجباته أو الدفاع عن حاله لما يتعرض مثلا للاعتداء من طفل آخر أو تنمر، وهذا بيكون تحت راية بخاف على ابني، وخصوصا إذا كان الطفل الأول أو الوحيد أو مولود بين بنات أو العكس، فبصير في مبالغة في الخوف عليه، والأكيد هذا الأسلوب رح يأثر بشكل سلبي على شخصية الطفل ونفسيته، وبالتالي بيكبر الطفل وبيكون صاحب شخصية ضعيفة وما عنده استقلالية، ورح يعتمد على غيره إنه يعملوا له المهام كلياتها، وما عنده تحمل لأي نوع من المسؤولية، وبيكون مستوى ثقته بنفسه منخفضة، ومنلاقي هذا النوع من الأطفال ما عنده ثقة في قراراته وبيثق في قرارات غيره وبيعتمد عليهم في كل شيء. وللعلم بيكون نسبة حساسيته للنقد كتير كبيرة، ما بيحب حدا ينتقده بس يكبر، ممكن يطلب من أهله إنهم يروحوا معاه على المدرسة، وكمان ممكن يطلب من أبويه إنه يربطوا له الحذاء تبعه وهو حتى كبير. في المستقبل بتكون عنده مشكلة التكيف مع الأصدقاء، وكله علشان من هو صغير ما كان عنده إشباع الاستقلال وكان بس بيعتمد على غيره.